مين فينا ما بيحب الشوكولا؟ ولكن صناعة الشوكولا بحد ذاتها هي مو بس صناعة نوع من أنواع الحلويات، هي صناعة محبة وأفكار وبصمة حلوة قدرت ضيفتنا اليوم أنها تتميز فيها، ويمكن تسعد قلوب الكثيرين وتعطيهم دفع وطاقة مثلنا نحن بنحب الشوكولا لحتى ناخد طاقة. صحيح سلمى، لأنه بتحسيها بتعطيك طاقة ونوع من السعادة جميل. بس قديش اليوم مهم تتميز الصبية اللي معنا، لأنه عم نشوف كثير من الناس عم تشتغل بهيدا المجال، وكل مناسبة عم يكون في إلى تصميم خاص من خلال الضيافة الخاصة الشوكولا. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا الصبيه مايا قصيباتي. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا، صباح الخير. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، ينعاد عليك. يعني يمكن بهذا الوقت هو اكثر وقت انت بتكوني عم تشتغلي فيه، اللي هو قبل الاعياد بتكوني عم بتحضري الطلبات. دائما بنعرف شو ما كان العيد لازم قطعه الشوكولا تكون موجوده، حتى لو في معمول او في اي نوع ثاني من انواع الحلويات. خلينا نبلش، كيف بلش معك المشروع؟ المشروع بلش يعني هو من حبي أنا للشوكولا، مثل ما قلتي نوع من أنواع السعادة، بتعطي طاقة كثير. أنا من عشاق الشوكولا وبحب النكهات كلياتنا، كل اللي هون المتواجدين كلهم من عشاق الشوكولا. وقت بديت قطعة الشوكولا تتحول لشوكولات البونبون، اللي هو قطعة الشوكولا اللي بترسم نوع من أنواع الفن أو صحيح. تغير شكلها. هذا الشيء جذبني يعني بصراحة، وخلاني إنه لاقي نفسي فيه أكثر، وبالتالي شدتني حبي للشوكولا وحبي كمان للديزاينات الجديدة اللي عم تطلع. خلاني يكون عندي مثل تطلعات لشيء انا حابه اني اشوفه بعالم الشوكولا. طيب خلينا نحكي معك مايا، يعني شفنا كثير من الصبايا عم يشتغلوا بهيدا المجال، وصار في كثير تصاميم وديزاينات، ونحن بنعرف انه في ماركات تجاريه موجوده صار لها عمر بالبلد، يعني بتلاقي الناس بتتوجه لها، بس اليوم عم نشوف الصبايا عم يتميزوا بهيدا التصاميم. عم نشوف بعض التصاميم لك من الشوكولا والضيافه كيف عم تكون حسب المناسبه، بس كيف عم يكون لك لمستك الخاصة؟ يعني نحن بنعرف الشوكولا نكهات، يعني احيانا بتاكلي حبه شوكولا بتقولي هي بتعرفي من وين، يعني هيدا من المحل الفلاني او الصبيه. انت كيف عم تقدري تعملي يمكن هي الموازنه، انه الك بصمتك الخاصه وتصميمك هيك الرايقه والجميله ومذاق مختلف عن باقي الاشياء؟ تمام. هلا كثير نحن عندنا ماركات تجاريه كبيره وتقريبا وصلت للعالميه من صحيح. فتره عندنا هون بالبلد. قدرت اني اوصل لنكهه معينه من خلال خلطه معينه انا متميزه فيها. مايا تي شوكليت هي شوكولا اللي حضرتها ماسكتها، هي شوكولا بنسبة خلط معينة، هي كلياتها اللي هي معينة. خلينا نقول الشوكولات دارك او الشوكولا الغامقة، الدارك او الغامقة هي المميزة بمعنى صحية اكثر اصلا بالصحية. يعني دائما احنا بنسمع الاخصائيين التغذية او حتى الاطباء بيقولوا انه كل الناس بتقدر تتناول، حتى مرضى السكري بتقدر تتناول الشوكولات دارك بنسبة خفيفة، لأنه ما بيكون فيها هي الأنواع السكريات اللي موجودة وفيها فوائد كتير. الماية الشوكولات تميزت بخلطة، معلش دوق، تسمحوا لي دوق، أنا فيني دوق صحة وهنا. كتير تميزت بنكهة الشوكولا الدارك، عندها نسبة خلط معينة تتناسب كثير مع الحشوات سواء الغربية أو الشرقية، حتى للأطفال لأنه نعرف حب الأطفال لإلها، ما لها مرة كثير ونسبة حلاوة بتكون عالية، حلاوتها شوي معتدلة بين المرة. أنا بنصحك تدوقي لأنه ما رح تقدري. لازم ندوق. أنا من عشاق الشوكولا الغامقة، ما بحب الشوكولا اللي نسبة الحلاوة فيها عالية، بحس بتضيع وما كثير بحب الحلو، فحتى للأطفال تحسيها صحية أكثر. ماية الشوكولات عندها نكهة بالشوكولا دارك مختلفة عن كل النكهات الموجودة، وبتتناسب مع الحشوات الشرقية والغربية، بحيث انه انت ما بتقدري انك تتناوليها سواء كقطعة حلو شو محشية هيك؟ في عندك مثلا اللي عليها جوز محشية فستق حلبي مع كريمة فستق، في نانرش، في برتقان. هلا هي اللي انا عم ذوقها فيها حشوة مميزة جدا. أنو اللي حضرتك أكلتيها شفايف فيها هي لوز مع عجينة مع مكسرات. تمام. لوز مع كريمة لوز. طبعا نحن هم مشهورين مكسراتنا كثير طيبة وظريفة والمجففات والدوائر هدول. تشيز كيك
ففي خليط بين الحشوات العربيه والاجنبيه. ونكهه في تشيز كيك، في نانرج، في برد. بس تعذبتي لو وصلتي لنكهه يعني في هلا اللي بيدوق بيقول في نكهه خاصه. في نكهه خاصه يعني في انا مايتي شوكليت اللي هو شوكولات دارك عندي نكهتها كثير خاصه. كثير تعذبت لو وصلت لنسبه خلط معتدله بتتناسب مع نوع الحشوتين اللي هي العربيه والاجنبيه. فانت لو بتدوقي العربيه حتلاقيها مايله على المره، بتدوقي نكهه اجنبيه بتلاقيها مايله على الحلاوه. صحيح، شيء مميز نص. كمان اغلب الشوكولا الغامقه بيكون فيها شوي نوع من المرار احيانا القاسي اللي بيخلي الواحد يتضايق يعني من الطعمه، ما بيقدر ياكل اكثر من قطعه. هون في توازن. تمام. هذا الشيء هو الوحيد ولا انت كمان اشتغلتي على الديزاينات، اشتغلتي على طريقه التقديم لحتى تتميزي كمان عن الموجود برا؟ هذا الطعم اللي حكيتيها هي اول نقطه بتميز معيتي شوكليت. ثاني نقطه بتميز معيتي شوكليت هي الديزاين تبع العلبه. اي حدا بيفتح اي علبه شوكولا حتى لو ما اخذتي له عليها الاسم، اول ما يشوف شكل القطع بيعرف هذا شيء. رايق الديزاين كثير، بتعكس لانه احنا كنا نشوف بتعكس شخصيتي. الاورجنايز تبعه كثير مميز، وطريقه تقديمها بتوحي لك انه هي شغله اول ما تفتحيها بتقولي واو يعني. حتى قبل ما انك رايقه يعني، حتى يمكن تشبهك نوعا ما. اليوم عم نشوف ديزاينات كثير معجوقه بالشوكولا، يعني كثير تفاصيل وكثير عج او كثير الوان، احيانا يعني بتفقد طعمه الشوكولا. هون موضوع مختلف، عم نشوف التصاميم رايقه مثل ما قلتي، ديزاينات لطيفه جميله محببه حتى للعين، يعني هيك بتستهويكي بدك تذوقيها. قبل يعني هلا عم نشوف موضه كل الصبايا كله عم يختار العج او التفاصيل الالوان، احيانا بتحسي انه منظر ما خرج تاكليه ابدا. هون موضوع مختلف. تمام. هلا كثير علبتي كثير بتعكس ذوقي، كثير بتعكس شخصيتي. قدرت اثبت حالي باي مكان، اي حدا طب رد فعل الناس بيمر جنب علبتي بيعرف انه هي لمايتي وهي شغلاي. نحن عم نشوف هلا وحضرتك عم تحكي بعض التصاميم من شغلك بمناسبات مختلفه، منا ايضا للاطفال، منا للمباركات، ايضا للنجاح، للخطبه يمكن، وغيرها من الامور المتميزه. خلينا نحكي كمان هذا النوع من خليني اقول المحدد، يعني انه انا عندي مناسبه محدده فكتير بيفرق. انت ملاحظه الورد اكثر شيء طاغي بالزينه عندك؟ تمام. الورد كثير حلو بالمناسبات وله مكانته مثل مكانه الشوكولا، فكيف اذا بتدمجيهم سوا فبيطلعوا كثير مناسبين. طبعا انا عم بحكي مايتي شوكليت هي هاند ميد. طبعا اي شيء انت بتعمليه هاند ميد هو بيكون كثير سبيشال وكثير اورجنايز. يعني انت بتختاري المناسبه، فيكي تفصلي الالوان على ذوق صاحبه المناسبه، فيكي تختاري الديزاينات، فيكي تحطي الاسماء، اي شيء فيكي تعمليه بالضبط على حسب اختيار العميل تبعك او الزبونه وذوقها، لانه هي مو اي شخص عم يفوت على اي محل ويشتري. صح. هي بتقدر تحدد هي شو بدها بالضبط، وهي ميزه الهاند ميد او الشيء المخصص المصنوع لك. هذا الشيء كثير بتتخصص فيه مايتي شوكليت. انا على علاقه دائما كثير قويه بزبايني، وانا اللي بحكي معهم وبتفق وبسالهم طلبات شو بتحبوا، شو جعبالكم، شو ذوقكم، شو الالوان اللي حابينها. طبعا فيني لحظتها اني اوصل لدرجه رضا، هن كثير بيكونوا مبسوطين وانا بكون مبسوطه على الشيء اللي انا عم اقدم لهم اياه. طب رد فعل الناس كيف كان بالبدايه وهلا مع التفاعل والتواصل معهم بشكل دائم؟ هلا اول شيء كان شغلي بيعتمد بس على مواقع التواصل اللي هو على الانستغرام. كنت ما كثير اعرف ردود افعال الا اذا الزبونه هي حبت انه تبعث لي انه شكر او شيء. بعد فتره بلشت شارك ببازار الوان سوريه بالشيراتون. هون صرت على تواصل اكثر مع الزباين وبلشت احس انه كيف ردت فعلهم وقت بيمرقوا جنبي، وكيف وقت كل مره بيجوا بيدوروا علي وبيسالوا وين مايتي شوكليت ونحن عم نستناكي واشتقنا، او مثلا بيمروا هي شوكولا يعني هيك، هي انت شكل العلبه. يعني هذا الشيء كثير كمان تلامسي مع زبايني كثير كان له تاثير ايجابي علي. اكيد. ويمكن نور نحن بنلاحظ بالعموم بدولنا العربيه المطبخ العربي والشرقي غني بالافكار وبالمواد وبطريقه التزيين، فبتلاقي
كل بالعموم كل اصحاب المشاريع الصغيره مثل مايا وغيرها اللي بيعملوا اكل او بيعملوا شوكولا او حلويات عندهم صعوبه لانه في كثير لهم منافسين، فلهيك لما حدا بيكون متميز بيكون كثير تعبان على حاله. من فتره كنت عم بحضر احد الافلام لشخصيه سوريه عاش برا ونقل معمل الشوكولا تبعه لبرا وتميز. يمكن كثير بيلاقوا شيء صعب صناعة الشوكولا هاند ميد مثل عنا، احنا بنعرف كله قوالب جاهزة او معامل جاهزة وبتعمل كميات غير هذا الشيء. هذا كمان قديه خلق لك صعوبة؟ نحن عم نحكي عن سوق عمل فيه منافسة، حتى الهاند ميد اليوم صار فيه كتير منافسة. يمكن بالبازار بيكون في طاولتك وفي اكثر من طاولة عم يشتغلوا حلويات وعم يعملوا شيء، كيف بتحاولي تضلي انه انا بدي ضل على وتيرة مو ثابتة، لا بدي اختلف كل فترة تميز؟ هلا كثير بهم جودة المواد الأولية. طبعا أنا رغم كثير صعوبات حتى تقدري إنك تحافظي على جودة المواد الأولية، طبعا هي اللي بتعطي أساس الطعم، فأنت قد ما كان الشكل حلو لازم تكون الطعمة هي المميزة، أنت بالنهاية عم تشتري شيء بدك تحبيه. فهي جودة المواد الأولية، استعمال زبدة الكاكاو بشكل كامل بالشوكولا، غير عن انه انا ما بحط مواد حافظه ابدا، هذا الشيء كثير عطاني مكان انه حافظ على نوع مستوى معين من الشغل او الطعم. ثاني شيء التجديد، دائما اب تو ديت، شو الترند بعالم الشوكولا، شو الترند بعالم شوكليت بونبون مثلا، معنا هلا هدول الكرانشيز شوكليت، هلا هدول لا بدنا نحملها على كاميرتك هون كمان نميلها شوي. تمام. ايوه تمام مشان تبين. هلا هدول الكرانشز شوكليت لا خلينا كثير تريندي بعالم الشوكولا. هلا انا اول وحده تقريبا اسمهم ميلت، هن اول وحده تقريبا منزلون. هدول ضيافه بيضيفوا دائما مع القهوه وهلا نازله الموضه الجديده تبعهم، وطعمتهم كثير بتضيف للقهوه مذاق غني وما بتروح طعمه القهوه. طبعا الشوكولا المحشيه بتطغى شوي الحشوه عن طعم الشوكولا، هي طعمتها كلها شوكولا كامله بالنوع اللي انت بتحبيه. نحتفظ فيها نور مرئنا يا هلا المخرج فوق عم بيقول لي لازم ذوق من هي. هلا هلا بتذوق من كل شيء لا تقلق يعني. ايه فهي هي هلا جديد عالم الشوكولا، هلا هي اللي عم يضيفوها جديد مع القهوه، مناسبه كثير كضيافه قهوه يعني. اكثر شيء بيميز انك انت تكوني دائما اب تو ديت، لازم تكوني دائما محافظه على نكهه معينه ودائما تحاولي انك تحسني ما وهذا التحسن دائما بدك تحافظي عليه من عن طريق المواد الاوليه وجودتها، هي اكثر شيء. اكيد يعني نحن سعيدين فيكي، ودائما نحن بنستضيف صبايا وشابات عندهم مشاريعهم الخاصه، وفعليا المراه السوريه اثبتت يعني نجاحها بكل المشاريع الصغيره وبصمتها الخاصه. فتحيه لكل النساء السوريات. بالختام نتشكرك مايا قصيباتي، ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى فعليا الشوكولا الخاصه فيكي توصل كمان للعالميه ونستضيفك مع نجاح جديد. شكرا كثير لك. شكرا لك مايا، اطفيتي هيك على صباحنا حلاوه، وحتى بالشوكولا المر كمان اطفيتي حلاوه على صباحنا. شكرا لك، وينعاد عليكي بكثير. سعيده للفرصه اللي اعطيتوني اياها. شكرا كثير. شكرا لك. كل عام وانتم بخير.